إيران بدأت بالتحضير لمواجهة هجمات استباقية إسرائيلية محتملة في رغبة مستمرة من طهران للانتقام من إسرائيل، وهذا الأمر أصبح واضحا بعد صدور العديد من التصريحات الإيرانية اليوم بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. اكتسح كافة الولايات المتأرجحة الأمريكية بهذا الشكل وأصبح طبعا رئيسا لأمريكا، وكذلك أيضا في نفس الوقت أن الحزب الجمهوري سيطر على مجلس الشيوخ وعلى وشك السيطرة على مجلس النواب، بمعنى آخر أن الحزب الجمهوري سيطر على البيت الأبيض وعلى الكونغرس الأمريكي، وهذا يعني بأن أغلب القرارات الداخلية والقرارات الخارجية أصبحت تحت سيطرة وإرادة دونالد ترامب وكذلك الحزب الجمهوري. والذي جرى بأن بمجرد ما تم إعلان دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فجأة الأسواق الإيرانية انهارت بهذا الشكل بنسبة 4%، وكذلك أن نهاية الأسبوع الماضي شهدنا انهيارا أيضا بهذا الشكل، وحتى بالأربعة أيام الماضية انهيار آخر بنسبة 5%، أيضا نتحدث عن تقريبا 10% من انهيار هذه الأسواق. هذا الانهيار تماما بنسبة 5% الذي نتحدث عنه هو جاء بسبب تهديدات إيران لإسرائيل بأنها ستنتقم من الضربة الإسرائيلية الأخيرة، وإسرائيل قالت بأنها إن تعرضت لهذه الضربة ستضرب المنشآت النووية والمنشآت النفطية، بالتالي الأسواق انهارت بهذه الطريقة. كذلك أن العملة الرسمية الإيرانية الريال الإيراني تحديدا أيضا تعرض للانهيار ووصل إلى أدنى مستوياته بمجرد ما تم الإعلان عن دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والدولار الأمريكي وصل إلى 700 وبدأ يساوي وساوى اليوم 703,000 ريال إيراني في أدنى مستوى له على الإطلاق. قبل أسبوعين تقريبا كان الدولار الأمريكي يساوي 640,000 ريال إيراني كما تلاحظون. وكذلك عندما تسلم مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني رئاسة إيران في نهاية شهر يوليو الماضي، كان الدولار يساوي تقريبا 548,000 ريال إيراني. لا بل إن في عام 2015 عندما تم توقيع الاتفاق النووي مع إيران كان الدولار الأمريكي يساوي 32,000 ريال إيراني فقط، وبالتالي لاحظ الانهيار الكبير لهذه العملة. وها نحن نتحدث اليوم عن دونالد ترامب عودته لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، صاحب حملة الضغط الأقصى السناب باك على إيران. بالتالي متوقع أن دونالد ترامب مع عودته هنا سيضغط بشكل كبير على إيران، خاصة وأنه قبل شهرين من الآن تم إبلاغه من قبل المخابرات الأمريكية بأن إيران تحاول اغتياله من أجل الانتقام لقاسم سليماني، وكذلك لإبعاد أي فرصة من أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وهو أساسا تعرض لمحاولتي اغتيال وتخلص من هذه المحاولات. كذلك أن إيران رأت تماما وجميع رأى تماما كيف أن نتنياهو كان أول رئيس يبارك لدونالد ترامب فوزه بهذه الانتخابات الأمريكية، وهذا هو الذي دفع نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وهو علي فدوي بأن يتحدث اليوم بهذه الطريقة ويطلق هذه التصريحات، وقال بأن طهران مستعدة للمواجهة مع إسرائيل ولا تستبعد توجيه ضربة استباقية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا يأتي في ظل رغبة إيرانية كما تحدثنا مستمرة لإطلاق هجوم أقوى من الهجمات السابقة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل. وضربات الاستباقية إن كانت أمريكية أو إسرائيلية هي محتملة ومحتملة للغاية. على سبيل المثال اليوم مع فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت طائرة P-8A بوسايدن الأمريكية وهي تقوم بعمليات التجسس فوق الخليج العربي مضيق هرمز وخليج عمان على الأراضي الإيرانية، تجمع المعلومات ذهابا وإيابا، وهذا هو تسجيل هذه الطائرة بحسب الفلايت ريدار 24، وحلقت تقريبا لمدة ما يقرب الثلاث إلى الأربع ساعات كما تلاحظون هنا. وأيضا في نفس الوقت ظهرت طائرتين من طائرات KC-46 من طائرات تزويد الوقود وهي تحلق فوق الخليج العربي لوحدها. هذا طبعا يوضح بأن هنالك طائرات استخبار إلكتروني أو طائرات حربية تراقب وتجمع المعلومات وترى ما إذا كانت إيران تستعد لساعة الصفر لإطلاق هجومها على إسرائيل، لأن إيران كانت واضحة كما تحدثت الوول ستريت جورنال مؤخرا بأنها ستهاجم إسرائيل انتقاما من الهجمة الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة طبعا بعملية كبيرة ضربت المنظومات الدفاعية والمنظومات الرادارية. قالت إيران بأننا سننتقم في نهاية المطاف ولكن بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، لأننا لا نريد
أن نؤثر على هذه الانتخابات. ما الذي سيتغير مع دونالد ترامب يا ترى مقارنة ببايدن؟ أو حتى لو تمكنت كامالا هاريس من الفوز، إيران اعتادت عندما تهاجم إسرائيل بالصواريخ من أي جبهة وتحديدا من العمق الإيراني، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية ما تقوم به هي تجمع المعلومات في الخليج العربي، ترى ما الذي يحدث هنا في الداخل الإيراني، بمجرد ما ترى بأن هنالك حراكا صاروخيا كبيرا تحلق بطائراتها فوق الأجواء العراقية، فوق الأراضي السورية، فوق هذه المنطقة بشكل عام، فوق إسرائيل لتساند الطائرات الإسرائيلية مع منظوماتها الدفاعية المنتشرة، وتحاول قدر الإمكان إفشال الهجوم الإيراني وإسقاط الصواريخ فوق الأجواء العراقية، فوق سوريا، فوق إسرائيل، تحاول إفشال هذه العملية من أجل إقناع إسرائيل بأن لا تقوم بالرد. ولكن هذه المرة ومع الأنباء الجديدة بأن هذا الانتقام الإيراني ممكن أيضا أن تشارك فيه الفصائل العراقية، بدأ ينظر بأن المعادلة مع دونالد ترامب تختلف. دونالد ترامب يهاجم من أجل الدفاع، هذه هي الطريقة التي يعمل عليها كما فعل على سبيل المثال مع قاسم سليماني أو مع أطراف أخرى. بمعنى آخر بأن إيران هنا ما تراه مع دونالد ترامب هو أن من الممكن بمجرد ما تصل لساعة الصفر فإن من الممكن الولايات المتحدة أن تعطي معلومات لإسرائيل أو أن تشارك إسرائيل في توجيه ضربات استباقية أساسا قبل أن تنطلق الصواريخ والطائرات المسيرة، إن كانت بإيران أو إن كانت في العراق، وهذا هو الذي سيفشل الهجوم في نهاية المطاف. بالتالي إيران لن تتمكن من ضرب على سبيل المثال القدرات الهجومية لإسرائيل، وهذا يبدو هدفا مقنعا بالنسبة لإيران أن تضرب على سبيل المثال طائرات تزويد الوقود أو على سبيل المثال ضرب المنشآت المرتبطة بطائرات تزويد الوقود، وذلك من جعل مسألة الهجوم بمسافة طويلة أن تحلق الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء العراقية تتزود بالوقود لتدخل في إيران ومن ثم تنسحب وتتزود بالوقود مرة أخرى وتنسحب لإسرائيل. ضرب هذه الطائرات وإمدادات الوقود هي مسألة مهمة بكل تأكيد، لكن يبدو أن مثل هذه العمليات هي محتملة إذا ما جمعنا دونالد ترامب وكذلك بنيامين نتنياهو، وبالتالي لن تحقق إيران الكثير بالنسبة لها. وأساسا ضربت المنظومات الدفاعية الخاصة بها، ضربت كذلك المنظومات الرادارية، مثل هذا السيناريو الذي يتحدث عنه علي فدوي سيجعل إيران في مشكلة حقيقية، لأن المنشآت النفطية الآن وكذلك المنشآت النووية المهمة الإيرانية هي الآن أصبحت مكشوفة. ممكن لإسرائيل، ممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تضرب هذه المنشآت وأن تدمرها متى ما اتخذت هذا القرار، وهم يعلمون تماما بأن دونالد ترامب سيضعهم تحت ضغط حقيقي. أما أن ندمر هذه المفاعلات النووية وننهي هذا النزاع إذا ما استمرينا على هذا الحال، تخصيب اليورانيوم بشكل عال، لا اتفاق أو غيرها، أو أن تتفقوا معنا بدلا من أن ندمر هذه المفاعلات النووية. وهذا أمر محتمل للغاية، لأن القدرات الأمريكية لتدمير هذه المفاعلات هي أصبحت موجودة في منطقة الخليج العربي. صور من الأقمار الصناعية وضحت تماما بأن الست طائرات من طائرات B-52 هي موجودة بهذا الشكل في قاعدة الاعداد في قطر. 5 من هذه الطائرات هي قادرة على حمل القنابل والأسلحة النووية. ليس واضحا وليس هنالك أي دليل بأن هنالك أسلحة نووية بحوزة هذه الطائرات، لكن هي علامة خطيرة وقوة كبيرة موجودة في قاعدة العديد بكل تأكيد. إذا ما ذهبنا إلى قاعدة العديد لكي نتأكد هنا من طبيعة موقع هذه الطائرات، فهي موجودة في هذا المربع الذي رأيناه قبل قليل. كذلك بجانبها هنالك كثير من طائرات KC-46 KC-135 لتزويد الوقود منتشرة. بالتالي ببساطة إذا ما اتخذ القرار صعدت إيران بأي شكل من الأشكال، فإن هذه الطائرات قادرة على الذهاب بهذا المدرج بسرعة والتحليق، وكذلك طائرات تزويد الوقود ستساندها وتحلق معها، وتذهب كل هذه الطائرات مباشرة إلى إيران لتضرب منشآت حيوية، عسكرية، مفاعلات نووية. الأمر قريب للغاية والقدرة حاضرة، ونتحدث عن دونالد ترامب اليوم. وطبعا هذا هو الأمر الذي دفع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن يتحدث مع فوز دونالد ترامب وقلقه من أن فعلا ترامب قد يذهب بعيدا في ضرب المفاعلات النووية هنا مع رغبة إيران بالانتقام. تحدث بأنه سيذهب بزيارة لإيران لمحاولة حل هذه الأزمة الخطيرة. وطبعا واضح جدا أن فوز دونالد ترامب غير العديد من المعادلات، أصبحت جميع يعي من الفصائل
المسلحة المقربة من إيران أو حزب الله اللبناني أو إيران بنفسها بأن الأمور ستتصاعد بشكل أكبر والدعم لإسرائيل سيكون أكبر من سيناريو كامالا هاريس. ورأينا اليوم 10 صواريخ وهي جاءت باتجاه تل أبيب بهذا الشكل، وإحدى هذه الصواريخ كانت قد سقطت في نقطة تأتي من ضمن مطار بن غوريون، وأيضا العديد من الصواريخ جاءت باتجاه وسط تل أبيب أيضا كما نلاحظ هنا، وكانت هنالك صافرات إنذار أيضا في أفيفيم هذه المستوطنة الإسرائيلية التي تأتي على الحدود مع لبنان كما نلاحظ. والضربة التي جاءت في أفيفيم كانت ضربة كبيرة واشتعلت فيها النيران كما نلاحظ، ويوضح لنا شدة الأمور وكيف أن الأمور ستتصاعد رغم أن دونالد ترامب يقول بأنه سينهي الحروب وغيرها، لكن إسرائيل قد تنطلق إلى أبعد ما ممكن أن تنطلق إليه وأن تحقق أهدافا أكبر حتى مما تحقق مع جو بايدن. وبالتالي هذه كانت الصورة القادمة من أفيفيم، صراع كبير للغاية طبعا، وإيران تستعد لسيناريو قد لا يكون سهلا وقد يكون هو سيناريو سيصعب الأمور على إيران ويظهرها بمظهر ليس بالسهل إذا ما قامت إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة بتوجيه ضربات استباقية بدلا من المعاناة في التصدي للصواريخ بشكل عام.